طلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقي ولقاء جديد في محاسبة مالية 2، واليوم إن شاء الله هنتناول فصل جديد وموضوع جديد، وهو موضوع جرد الأصول الثابتة. طبعا الهدف من دراسة الوحدة تعريف ما هو الأصل الثابت، طرق احتساب الاستهلاك أو الاهتلاك أو الإهلاك، تمام، شو هو الإهلاك وإيش هي الطرق اللي من خلالها بنقيس عملية الإهلاك، في طريقة القسط الثابت، في القسط المتناقص المضاعف، في طريقة إعادة التقدير، في طريقة القسط المتناقص مجموع أرقام السنين، في معدل الاستهلاك بالساعة، في معدل النفاذ، في الدفعة السنوية. ومن ثم بعد الاحتساب في عندنا المعالجة المحاسبية، سواء بطريقتين، الطريقة المباشرة وغير المباشرة، وأخيرا الاستغناء عن الأصول الثابتة، تمام، عملية احتساب ربح وخسارة، عملية الاستغناء. طيب، ما هو الأصل الثابت؟ إحنا اتفقنا إن الأصول أو الأصل هو كل ما تمتلكه المنشأة أو الموجودات التي تمتلكها المنشأة، وتحمل صورتين، إما أن تكون أصل متداول أو أصل غير متداول، اللي هو الأصل الثابت. الأصل المتداول متعارف عليه هي الأصول التي يتم اقتناؤها إما بهدف إعادة بيعها، تمام، هي أقرب للسيولة زي الصندوق النقدية يعني، والأمور هذه أعمارها أقل من سنة، تمام، زي المدينون أو أوراق القبض قصيرة الأجل. طيب، قال لي لكن الأصول الثابتة مختلفة، بإيش مختلفة؟ قال لي هي الموجودات، أو هي كل ما تمتلكه وتقتنيه المنشأة أو المشروع بغرض الاحتفاظ به من أجل استخدامه في العملية الإنتاجية، وليس بغرض الاتجار بها وبيعها للغير، زي البضاعة مثلا. البضاعة أصل متداول. ليش أصل متداول يا سادة يا كرام؟ قال لك لأن البضاعة بيتم اقتنائها في المنشآت التجارية بهدف إعادة بيعها، وبالتالي تحقيق الربح من خلال فرق السعر ما بين الشراء والبيع. طيب، قال لي الأصول الثابتة تقسم إلى قسمين، إما أصول ثابتة ملموسة أو ثابتة غير ملموسة. ثابتة ملموسة زي الأراضي والمباني، الآلات، الأثاث، السيارات، أما غير ملموسة زي شهرة المحل، حق الاختراع، والعلامة التجارية. كلام سليم لحتى الآن، ما في أي مشكلة. طيب، نيجي للموضوع شوية شوية. جرد الأصول الثابتة، ما المقصود بعملية الجرد في الأصول الثابتة؟ قال لي عملية الجرد، أنت بتسمع بيقول لك والله المنشأة المؤسسة اليوم عندنا في جرد لا أصول الكلية أو الجرد السنوي. أول شيء الجرد السنوي هو عملية يتم، تمام، تتم بهدف التأكد من وجود الأصل. يعني أنا لما أقول والله بدي أجرد أصول الكلية، طيب أصول الكلية إيش؟ المباني، ما تحتويه المباني، تمام، إيش عجزة حواسيب كذا كذا، بدي أتأكد هل الموجود في الدفاتر موجود فعلا على أرض الواقع. إذا الهدف منها في الأساس التأكد من وجود الأصل أو الأصول، والتحقق من ملكيتها، أن أتأكد ليكون الأصل هذا مسجل أنه أصل للكلية، هو في الآخر مستأجرينه منظر بس لعند عملية الجلسة. لا، بدي أتأكد أوراق الملكية وكله تمام التمام، ومعرفة قيمتها الحالية في نهاية العام، ونحط تحتيها 100 خط، ومعرفة قيمتها الحالية في نهاية العام ومقارنتها بالقيمة الدفترية، وإيجاد الفرق بينهما، وهذا ما نطلق عليه أو نطلق عليه مصطلح الاهتلاك أو الإهلاك أو الاستهلاك. هو فعل خماسي، سداسي، رباعي، يحمل نفس الأصل من كلمة هلكة. طيب، اللي بيصير إنه حسب الفروض والمبادئ المحاسبية أقرت مبدأ التكلفة أو فرض التكلفة التاريخية حسب ما بيصنفوه، تمام، واللي قال لي تسجل الأصول بقيمتها في تاريخ الحصول عليها. يعني لنفترض أقرب مثال إلنا، إن إحنا عندنا السيارات. أنا اشتريت السيارة اليوم أو قبل سنة
ب 20,000 دولار، وصلتني اركب المفتاح، اشبك المفتاح واشغل، كانت مكلفاني 20,000 دولار وجاهزة مجهزة. طب سؤال، هل حسب التكلفة التاريخية هسجلها بقيمة 20,000 السنة الماضية؟ طب هل أنا لو جبت السيارة الحين بعد سنة وأنا بشتغل عليها هتسوى 20,000 دولار؟ قال لك لا، قال لك طبيعي السيارة اشتغلت ولفت وراحت ونزلت وانخبطت يمكن وكذا وكذا وكذا، السيارة خلاص يعني ما بتضل على حالها، هتكون نقصت، والسنة اللي بعديها هتنقص أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، لحد ما تصير السيارة عبارة عن كوم حديد هنسميه خردة، لا تسمن ولا تغني من جوع، متنفعش لإشي. طيب فقال لك طب ايش نسوي؟ وفي مبدأ الثبات بدك تكون ثابت في امور، طب مينفعش اغير في الارقام كل سنة. فقال لك هان احنا بدنا نعالج القضية، انه مينفعش انا اسجل اصل ثابت زي السيارة ب 20,000 دولار، وهي وانا الي سنتين شغال عليها صارت ما بتسواش 5,000 دولار. ما هم بديش، انا بدي اكون موضوعي واكون شفاف ويكون عندي افصاح، بديش اخدع المنشأة اكتب في القائمة المالية ان انا عندي سيارات ب 20,000 دولار سيارة وهي فعليا ما بتسواش 5,000 دولار. طب كيف بعالج الموضوع؟ قال لك بدك تظهر قيمة السيارة، طبعا القيمة الدفترية ثابتة. طيب قال لك وفي نفس الوقت بدك تظهر القيمة الحالية تاعتها. طب كيف؟ قال لك هان المخرج انه هو ان احنا بنعمل لها اهلاك سنوي، والاهلاك السنوي بيتم له معالجة محاسبية هنشوفها لاحقا، وبتظهر في القوائم وفي الحسابات، بنعرف ان احنا جبنا الاصل هذا بقيمة 20,000، اهتلق من قيمته ما قيمة كذا، ضل ما يعادل من قيمته كذا، هنشوفها. طب كيف؟ ايش هو الاهلاك او الاستهلاك او الاهتلاك؟ قال لك هو عبارة عن النقص التدريجي. ها شايفين هي عملية التآكل اللي بتصير في قيمة الاصل، تمام؟ جبناها ب 20,000، السنة اللي بعدها صارت تسوى 15، السنة اللي بعدها صارت تسوى 10. قال لك عملية التآكل في القيمة، تمام؟ كيف هي؟ قال لك هي هذه الإهلاك، هي عبارة عن النقص التدريجي في قيمة الأصل. إذا هو عملية نقص تدريجي في قيمة الأصل نتيجة اقتنائه، عشان أنا اقتنيته واستخدامه وبدأت أستخدمه في نشاط المشروع، يعني السيارة أنا جبتها لتوزيع البضاعة، إذا أنا عملية اقتنائها واستخدامها في عملية التوزيع مع الوقت أدى إلى عملية إهلاك لإلها، لأنها صارت السيارة تشتغل معناها بدأت خلاص تشتغل معناها قيمتها تبدأ تتنازل. إذا هو النقص التدريجي في قيمة الأصل نتيجة اقتنائه واستخدامه في نشاط المشروع. وإن احتساب الاستهلاك وتسجيله في الدفاتر هو الهدف الأساسي من إجراء التسويات الجردية للأصول الثابتة. طبعا جميع الأصول الثابتة تخضع لعمليات الإهلاك ما عدا الأراضي، فإنها حسب ما قال أهل الاقتصاد لا تهتلك، تمام؟ وبالتالي تبقى قيمتها ثابتة. طيب ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عملية الاهتلاك؟ قال لك النقص التدريجي بقيمة الأصول نتيجة الاستخدام، تمام؟ اتنين، اني اظهر القيمة الحقيقية للاصل في نهاية الفترة، يعني مينفعش انا يكون عندي شاحنات، تمام؟ انا شركة كبيرة وضخمة وعندي شاحنات او معدات ضخمة من 20 سنة واسجلها بقيمتها اللي هي من 20 سنة كأنها لسه جديدة. لك لا، بدك تظهر الحقيقة، تحقيق العدالة بين السنوات بتوزيع تكاليف الاصول على سنوات عمر الاصل، التعرف بدقة على صافي الربح والخسارة بعد احتساب قيمة الاهلاك، وأخيرا ظهور اختراعات جديدة تبطل استعمال الأصل الثابت وتجعله غير اقتصادي، يعني لما يظهر عندي موديل جديد أكثر اقتصادية، آلة جديدة موفرة للطاقة أكثر، موفرة للمواد الخام، بتطلع لي تالف أقل أو معدوم التالف فيها، بتحافظ لي على الإنتاج، كل هذا بيؤدي إلى عملية إهلاك الأصول. طيب في عندي عوامل عشان أحدد قيمة الإهلاك أو قسط الإهلاك السنوي لأي أصل. أول شيء تكلفة الأصل، قيمة الأصل نفسه تكلفته عليا، تمام؟ حتى أصبح جاهز قديش في تاريخ الحصول عليه، يعني أنا لما اشتريت السيارة بتاريخ 10/10/2020
ومسكت المفتاح في ايدي وشغلت السيارة لعند هذه اللحظة، قديش كلفني القصر؟ السيارة قديش كلفتني؟ هذا اسمه تكلفة القصر. يعني أنا اشتريت السيارة من ألمانيا مثلا، شحنتها ب 10,000 دولار، دفعت عليها مصاريف شحن وجمارك ورسوم ترخيص وتأمين، كل هذه الأمور تمام، حتى أصبح الأصل جاهز إلي تمام. قال لي هي هيك أنت سيارتك صارت جاهزة للاستخدام تمام، تشغلها بتشتغل، هذا اسمه تكلفة الأصل، قيمة أو تكلفة شراء الأصل أو تصنيعه، مضافا إليها جميع النفقات حتى أصبح صالحا ومعدا للاستخدام. طيب إيش العمر الإنتاجي؟ قال لي هي الفترة تمام التي تم تحديدها أو تم تقديرها تمام أن يكون الأصل صالح للاستخدام فيها. يعني أنا جبت السيارة هذه وقلت هذه السيارة 10 سنين وبعد هيك أعطيها العافية، بتصف وبتطفي، تنفعش خلاص. زي النيون، النيون له عمر، مثلا بده يشتغل 300 ساعة، بعد ال 300 ساعة خلاص أوف، يعطيك العافية. إذا العمر الإنتاج هي الفترة التي يمكن تمام استخدام الأصل فيها أو يكون الأصل فيها صالح للاستخدام. طيب ثلاثة، قال لي سكراب، الخردة. قال لي الخردة اللي هي عبارة عن قيمة أو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه في حالة بيع الأصل بعد انتهاء عمره. يعني أنا لما أبيع مثلا السيارة حديد، أو الأصل مثلا عندي آلة خلاص ضربت، خلاص موتورها كذا وخلاص استوت الآلة، ببيعها كوم حديد، وزن الحديد هذا، المبلغ اللي هبيعه فيه حديد هذا اسمه خردة، قيمة الخردة. يعني أنا لما تنتهي السيارة وتفنى تمام، إيش تمام ممكن أستفيد منها؟ هي كوم حديد لما أبيعها، كوم الحديد قديش بيجيب لي مصاري؟ هذا عبارة عن قيمة الخردة المقدرة. طيب طبعا حكينا إن إحنا عندنا وذكرناهم في بداية المحاضرة طرق احتساب الإهلاك، حكينا عندنا طريقة القسط المتناقص، في القسط الثابت، في إعادة التقدير، في مجموع أرقام السنين، في معدل الإهلاك بالساعة، معدل النفاذ، الدفعة السنوية. طبعا وأكثر الطرق شيوعا هي القسط المتناقص والثابت وإعادة التقدير. طبعا إحنا هنتناول كل طريقة لها قانون، بدنا نحفظ القانون، هناخد عليها مجموعة من الأمثلة، أمثلتها مباشرة وسهلة تمام، ومن ثم هننتقل لطريقة أخرى حتى انتهاء ودراسة جميع الطرق ومعالجتهم المحاسبية. طيب الطريقة الأولى اللي هي طريقة القسط الثابت، الستريت لاين، اللي هو قسط ثابت أو الخط المستقيم بيسموها، وهذه طبعا من أبسط الطرق وأكثرها شيوعا. عبارة عن ايش؟ قال عبارة عن هي الطريقة مبدأها او فكرتها قائمة ان انا بوزع قيمة الاهتلاك على سنوات الاصل بقيمة متساوية، يعني كل سنة نفس القيمة تمام. بعد طبعا ما ان انا ايش اطلع قيمة الخردة برا الحسبة. يعني لو انا قلت عندي اصل تمام، عندي اصل قيمته 10,500، وهذه الآلة الأصل لما هبيعها حديد بتجيب لي 500، إذا أنا الأصل عليا بحسب قيمته، لو بدي أشوف بقول بستثني قيمة الخردة من الموضوع، فبقول 10,500، طلع الخردة بره هي 10,000. قال لك ال 10,000 هذه قديش بدك تقدر عمر الأصل؟ بدك توزعها بالتساوي، يعني لو قسمته على 5 سنين بدك تعطي كل سنة بالتساوي 2000 زي هيك. طيب نشوف القانون الرسمي. قال لي القانون الرسمي قال لي قسط الاهتلاك السنوي حسب طريقة القسط الثابت بسيط. قال لي تكلفة الأصل، بطرح منه قيمة الخردة، ومن ثم بقسمها على عدد سنوات العمر الإنتاجي. كمان مرة، قسط الاستهلاك السنوي تمام عبارة عن تكلفة الأصل ناقص قيمة الخردة تمام على عدد سنوات العمر الإنتاجي. قال لي طب لو بدي أحسب معدل الاستهلاك السنوي،
هو عبارة عن قسط الاستهلاك السنوي على صافي تكلفة الأصل. إيش يعني صافي تكلفة الأصل؟ يعني تكلفة الأصل الثابت ناقص الخردة، طبعا ضرب 100 عشان يديني النسبة في المية. قانون سلس وبسيط جدا. طيب من مميزات هذه الطريقة إيش؟ قال لي السهولة والبساطة، تحقيق العدالة على عدد سنوات عمر الأصل. أما عيوبها فهي عدم الموضوعية. قال لي كيف يعني؟ قلت له كيف يعني عدم الموضوعية؟ قال لي أنا فهمك. قال لي أنت لما يكون عندك سيارة جديدة أول ما بتشتريها بتزور فيها الميكانيكي؟ قلت له صراحة لا، يعني إيش بده يزور لسه سيارة جديدة. قال لي طب سؤال، لو أنت شغلتها 24 ساعة بتتعب السيارة؟ قلت له برضه لا، سيارة لسه جديدة ما شاء الله بصحتها، حطيت عليها واحد الصبح يشتغل وواحد العصر يشتغل على الخط، بتضلها شغالة من الثمانية للثمانية، من الثمانية للثمانية تاني يوم مستعدة تضلها شغالة. قال لي طيب لو أنت أجيت السنة اللي بعديها، هل السيارة هتزور مش هتزور الميكانيكا زي السنة الأولى؟ قلت له لا، إلا ما تزور الميكانيكا هتبدأ موال إيش؟ أشياء روتينية بدها تغيير شوية شوية، شغلات مع الشغل وضغط الشغل بتبدأ تتعب وتضعف وبصير بدها تغيير أو بتخرب. قال لي طيب هل لقيت السيارة فينفع تضلها تشتغل برضه 24 ساعة زي يوم ما أنت جبتها؟ قلت له والله لا، يعني بدها تصير بدها تتريح شوي، يعني أقل ما فيها بصير أشغلها مثلا بدل ما أنا مشغلها كنت 24 ساعة بصير أشغلها مثلا 20 ساعة 16 ساعة، أشغلها 8 ساعات أريحها 4 ساعات، أشغلها 8 ساعات أريح 4 ساعات زي هيك. قال لي آه، إذا قوة العطاء بتاعت الأصل السنة الأولى كانت أكتر من السنة التانية. قلت له طبيعي. قال لي طب أنت كيف بدك تيجي وتحمل عليا تقول لي إنه السيارة اهتلاكها في السنة الأولى زي السنة التانية؟ لا، السيارة كل ما اشتغلت أكتر تهتلك أكتر، لكن السيارة في السنة الأولى اشتغلت أكتر، السنة التانية اشتغلت أقل. فقال لي طبيعي العطاء تبعها قل، تمام، قدرتها الإنتاجية قلت، وبالتالي اهتلاكها مش ثابت يبقى. فهذه كانت من ضمن عيوب طريقة القسط الثابت والمآخذ اللي أخذت عليها. طيب قال لي في 1/1/2010 امتلكت شركة الأصدقاء مجموعة من الآلات بقيمة إجمالية 10,000 دينار. اشتروا آلات قيمتهم الإجمالية 10,000 دينار، قدر عمرها الإنتاجي ل5 سنوات، تباع بعدها خردة بقيمة 400 دينار. ما المطلوب؟ قال لي احسب لي قسط الاهتلاك السنوي واظهر ذلك بعد مرور عام في الميزانية. طيب قسط الاهتلاك السنوي قلنا ايش؟ قلنا قيمة الأصل تكلفة الأصل ناقص الخردة على عدد سنوات العمر الإنتاجي، 10,000 ناقص 400 بيطلع عندي 9,600. تقسيم العمر الإنتاجي 5 سنوات بيطلع قسط الاهتلاك السنوي لكل سنة 12 شهر، وهنا المدة الزمنية تؤخذ بعين الاعتبار. المدة الزمنية هنا سنة كاملة من 1/1، تمام، بدنا ننتبه لها من الأول، من 1/1، فبالتالي سنة كاملة 1920 دينار. طبعا يعني بعد مرور سنة كاملة، تمام، لما بتظهرها في الميزانية العمومية هتظهر عندي، تمام، اللي هي 10,000 ناقص 1920. مش مشكلة، هنجيها لقدام وهنشوف كل شيء لما نعمل المعالجة المحاسبية، مش مطلوبة منا الحين. طيب مثال اتنين، قال لي شركة الأمل اشترت آلة بقيمة 20,000 دينار لاستخدامها في العملية الإنتاجية، قدر عمرها الإنتاجي 20 عام، تباع خردة بمبلغ 2,000 دينار. المطلوب تحديد قسط الإهلاك الآلة بعد مرور عامها الأول. قلت له الآلة قيمة الأصل أو تكلفة الأصل 20,000، خردة 2000، إذا 20,000 ناقص 2000 18,000، تقسيم 20 عام العمر الإنتاجي بيطلع إهلاك السنوي تبعها قديش؟ 900 دينار. طيب نيجي لمثال ثلاثة، أمثلة بسيطة جدا.
قال لي امتلكت شركة القدس للمواد الغذائية سيارة بقيمة 63,000 دينار عمرها الإنتاجي 20 سنة، تباع بعدها خردة بقيمة 3,000 دينار. احتساب قسط الإهلاك السنوي عن السنة الأولى حسب طريقة القسط الثابت. قلت له قسط الإهلاك عبارة عن تكلفة الأصل 63 ناقص 63,000 طبعا ناقص الخردة 3,000، بضل عندي 60,000 على 20، بيطلع عندي الإهلاك السنوي 3,000 دينار. طيب طبعا هو عامل لي قيود التسوية، قيود اليومية اللازمة وبيان أثرها، أنا مش هشرحها على الحين تمام، بس أخلص الموضوع هرجع أعطيكم إياها في المعالجة المحاسبية لعملية احتساب طريقة القسط الثابت أو المتقاعد. طبعا المعالجة المحاسبية ثابتة تمام، ثابتة في جميع طرق الإهلاك، ملهاش طرق الإهلاك ملهاش علاقة بالطريقة المحاسبية أو بالمعالجة. المعالجة المحاسبية ثابتة، اللهم ما فيها الطريقة اللي بستخدمها باخد منها الرقم بحطه في القيد المحاسبي. طيب أنا هنتقل بشكل سريع لعملية المعالجة المحاسبية. عندي المعالجة المحاسبية للإهلاك طبعا موجودة صفحة 58. المعالجة المحاسبية للإهلاك عندي طريقتين، عندي الطريقة المباشرة والطريقة الغير مباشرة. قال لي الطريقة المباشرة إيش هي؟ قال لي الطريقة المباشرة إن أنت تعمل حساب اسمه حساب الإهلاك تمام؟ حساب الإهلاك، ولما تحسب عملية الإهلاك بتعمل قيد يومية من حساب مصروف الإهلاك إلى حساب الأصل نفسه، طبعا الأصل المدين تمام؟ فلما تعمل قيد الإهلاك الأصل بيصير دائن، فأنت بتنقص من قيمته. يعني كأن الأصل مثلا إحنا قلنا مثلا إنه عندنا قيمة الأصل 10,000، كل سنة يهتلك بقيمة 2000 قسط ثابت. قال لك هتيجي كل سنة تصير تعمل من حساب مصروف إهلاك الآلة ب 2000 إلى حساب الأصل، هيك كأنه الأصل بيبدأ ينقص تدريجي. طبعا حساب الإهلاك مصروف يقفل في نهاية العام في حساب الأرباح والخسائر، مش إحنا عارفين الحسابات الوهمية هي الإيرادات والمصروفات، هي حسابات وهمية تقفل في نهاية العام. قال لي الإهلاك مصروف خسارة مصروف تمام، قال لي تقفل في نهاية العام في حساب الأرباح والخسائر، وهيك تلقائي بيصير الأصل يتناقص. بس شوف مثال في الأول قبل ما نبدأ نعلق. قال لي اشترت شركة غزة سيارة بقيمة 4,600 دينار نقدا وقدرت قيمتها كخردة 100 دينار وعمرها الإنتاج 3 سنوات، تستهلك بطريقة القسط الثابت. لما بدي احسب تكلفة الأصل وقسط الاستهلاك تبع السيارة، هقول 4,500 تكلفة الأصل ناقص الخردة 100، بضل عندي 4,500 على 3 سنين، بيطلع عندي قسط الاهتلاك السنوي تبعها 1,500. طيب هاي أنا قاعد بحسب فيها وأنا قاعد لسه بقرا في السؤال، إيش طالبينه؟ قال لي اعمل القيود اللازمة. قلت له لما شرينا السيارة من حساب السيارة إلى حساب الصندوق، مش قال لي نقدا، ب 4,600. طب احسب لي الاهتلاك السنوي تبعها. قلت له في السنه الاولى او في كل سنه هتتناقص بقيمه 1,500 قسط الاهلاك تبعها. قال لي اعمل قيد حسب طريقه الايش، الطريقه المباشره، هقول من حساب استهلاك السياره الى حساب السياره. تمام، من حساب استهلاك السياره الى حساب السياره، اي من حساب استهلاك مصروف الاستهلاك تبع السياره الى حساب الاصل نفسه. وبعدين هقفل الاستهلاك مدين، بدي اقفله بخليه دائن الى حساب الارباح والخسائر طبعا. ولما هصور هي استهلاك السيارة منه من حساب استهلاك السيارة الى حساب السيارة، وبعدين اجي اقفلناه في حساب ارباح وخسائر مصروف، طبعا حسابات المصروفات كلها تقفل، فبيكون هيك الحساب صفر صفر او مقفل يعني بنسميه. والارباح والخسائر هي ظهر في جانب الخسائر او المصروفات حساب استهلاك السيارة، أما في بالنسبة للسيارة هتطلع عندي كل سنة طبعا نفس العملية هتتم. أول ما اشتريناها في 2006 في 2007 2008 بيبدأ يتناقص قيمة الأصل حتى يضل إيش، رصيد مدين في نهاية العام اللي هو 100 اللي هي قيمة الخردة. بيان الأثر طبعا في السنة الأولى السيارة كانت 4,600 نقصنا منها 1,500 ضل 3,100،
3100، شايفين كيف صار؟ بعدين نقصنا كمان 1600، وال 1600 في اخر سنه لما ننقصها بضل عندي 100. طبعا هذه الطريقه محاسبيا تم رفضها. اول شيء لانها تتعارض مع مبدا التكلفه التاريخيه، انا كل سنه قاعد بغير قيمه الاصل، ومبدا التكلفه التاريخيه قال لي تسجل الاصول بقيمتها او في تاريخ الحصول عليها، يعني لازم تضلها 4600. كيف انت كل سنه قاعد بتخلي لي اياها بتنقص لي فيها 1500؟ قال لك مينفعش، قال لك مينفعش، بدها تضلها زي ما هي 4600 الى حين لما اخلص عمرها، تمام، واقول ان هذه تم الاستغناء عن الاصل بشيله. طيب فاوجدوا طريقه محاسبيه اكثر دقه وصحه اللي هي الطريقه الغير المباشره. قال لي ايش هي الطريقه الغير مباشره؟ قال لي هي نفس المباشره بس بدك تعمل ترك بينهم بدل القيدين، تمام، بدك تحط بينهم حساب. قال لك هتعمل حساب اسمه مجمع او مخصص استهلاك الاصل، مخصص اهلاك او مجمع الاهلاك، تمام. قال لي هذا بيجي حساب وسيط، تمام، بين مصروف الاستهلاك وقيمة الاصل نفسها، نشوفها بطريقة احسن. قال لي انت كنت في الطريقة المباشرة بتقول من حساب الاستهلاك الى حساب الاصل. قال لك لا لا اوعى، قال لك بتيجي بتعمل من حساب المصروف الاهلاك الى حساب مجمع او مخصص الاهلاك. وبعدين القيد الثاني مش عليه خلاف، قال لي الاهلاك مدين بتقفله بتخليه ايش؟ دائن، من حساب ارباح وخسائر الى حساب الاهلاك. طب والمجمع؟ قال لك المجمع هذا لا يقفل، يرحل الى الميزانيه العموميه تحت الاصل، وهيك بضل بحافظ تراكمي، وهيك بضل محافظ على قيمه الاصل ثابت بقيمه تكلفته الدفتريه في تاريخ الحصول عليه، تمام؟ ما بعارضش الفروض والمبادئ المحاسبيه، وفي نفس الوقت المجمع بيظهر لي القيمة المهتلكة من الأصل وصافي القيمة تبعته. كيف يعني؟ قلت له امشي معي. قال لي في 1/1/2005 تم شراء آلة بقيمة 7000 دينار بشيك، وقدر عمرها الإنتاج 3 سنوات وخردتها 1000، احسب لي إياها بطريقة القسط الثابت. قلت له بسيطة، عندنا 7000 تكلفة الأصل ناقص الخردة 1000، هي 6000، تقسيم 3 سنوات بيطلع عندي قسط الاهتلاك تبعها 2000. شوف انا قاعد بحكي، قاعد بحسب، قاعد كيف القسط الثابت سهل جدا. طيب انا قاعد هذا كله بحكي وانا قاعد بحسب في راسي. اجينا للمطلوب، قال لي اثبات قيود اليوميه اللازمه، تصوير الحسابات وبيان اثرها على الميزانيه خلال عمر الانتاج 3 سنين. قلت له اول حاجه لما اشتريناها من حساب الالات الى حساب البنك، لانه قال لي بشيك 7000 7000 في مشكله؟ قلت له لا. قال لي قديش اهلاكها السنه؟ قلت له تو لسه حاسبها في راسي، 7000 ناقص 1000 6000 على 3 2000. قال لي اعمل لي حسب طريقه المعالجه المحاسبيه غير المباشره. قلت له من حساب مصروف استهلاك او اهلاك الالات قيمه 2000، هي اول سنه، الى حساب المجمع او المخصص اهلاك الالات بقيمه 2000، وبعدين الاهلاك المصروف مدين بقفله بخليه دائن، تمام. وين صورت اول سنه؟ هاي من حساب الاهلاك اي الى حساب المخصص، حساب ارباح وخسائر، ذكرنا الحساب مصروف مقفل، ارباح وخسائر رحلنا عليها ايش؟ مصروف الاهلاك في الجانب المدين، الالات هاي الى حساب البنك، رصيد مدين 7000. شايفين ما لعبناش في قيمة الالات، ظلت زي ما هي 7000، ما جربناش عليها، لا دخلنا عليها مصروف اهلاك زي الطريقة السابقة وبدينا ننقص ولا شيء، لا 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 لا، سيبناها زي ما هي، زي ما هي ظلت ايش؟ قيمتها بتاريخ الحصول عليها، رصيد مدين قيمته 7000 لا يتغير. طب مخصص الاهلاك؟ قال لي ايوه. هان المخصص هو عباره عن حساب تجميعي تراكمي، اول سنه اهلكنا 2000، هاي شايفين من حساب، هاي ايش القيد كان؟ من حساب استهلاك السيارات الى حساب مخصص، عشان هيك اجينا تحت كلمه له الى حساب مخصص او مجمع الاهلاك، وكتبنا تحتيه لاول سنه من حساب استهلاك الالات، هاي 2000. فصار عند الرصيد قديش؟ دائن قيمة 2000. السنة اللي بعديها عندي رصيد سابق 2000، وكمان مصروف إهلاك السنة الثانية 2000، صار عندي رصيد 4000. طب السنة الثالثة رصيد 4000، وكمان إهلاك السنة الثالثة صار عندي 6000. شايفين حساب تراكمي تجميعي كل سنة بيزيد. طب بيان الأثر؟ قال لي في السنة الأولى شايفين قيمة الأصل ثابتة، 7000 ناقص 2000 المجمع 5000. طب السنة الثانية
برضه ضلت 7000، بس المخصص زاد، كان اول سنه 2000 صار كمان 2000 صار 4000، ضلت من صافي القيمه بتاعتها 3000. طب السنه الثالثه برضه 7000، لكن المخصص او المجمع 6000 زاد، كل سنه 2000 2000 2000، ضل عندي صافي القيمه 1000، حيث ان هذه القيمه هي قيمه الخرده. تمام. طيب هاي برضو مثال رقم 14 عفوا. تمام، قال لي عندك اثاث قيمته 1500، هذا مش جديد، هذا مش جديد، ركز معي، ما دام ظهر عندي مخصص اهلاك معناها مش جديد. الجديد فيش له مخصص لسه. قال لي لا يا حاج، قال لي انت عندك اثاث قيمته 1500، قيمته الدفتريه، في له مجمع سابق بقيمه 300. تمام، يعني انه الزلمه مهتلك قبل هيك، له سنه او سنتين موجود عندنا. قال لي اذا علمت انه يهتلك بقيمه 10% سنويه، تمام، قيمه 10% سنويا، اعمل لي قيود التسوية اللازمة وتصوير الحسابات وبيان أثر ذلك على حساب الأرباح وحساب الميزانية. أول حاجة ركزوا معي، هان احنا كنا نقول قيمة الأصل ناقص الخردة على العمر الإنتاجي، صح؟ هاي قصة الاستهلاك أو الإهلاك. طب إيش القانون الثاني؟ قال لي لما بدك تحسب، طب أنا هان ما ادانيش أصل وخردة وسنوات، اداني قيمة الأصل، تمام، واداني نسبة الإهلاك. أول حاجة قاعدة رقم واحد عندنا بدنا نعرفها، في حالة إنه اداني قيمة خردة بسجلها، طب لو ما ذكرش قيمة الخردة معناها صفر، يعني هان عندي في الأساس فيش له خردة، خلص هينتهي عمره الإنتاجي هيكون قيمته صفر، فيش له خردة. إذا قصة الإهلاك قيمة الأصل أو صافي قيمة الأصل هي عبارة عن قيمة الأصل ناقص الخردة، هان 1500 ناقص صفر 1500. طب لو كان في خردة بدي اطرحها ضرب معدل الاستهلاك السنوي اللي هي 10%، اذا قسط الاهتلاك السنوي عندي قديش؟ 1500 في 10% 150. تاني يا استاذ نعيدها تاني، احنا قلنا القيد الاول القانون الاول هو نفسه العلم ونفس القانون، بس احنا هنشتق رياضيات بدناش نعمل وجع على الراس. باختصار قسط الاهلاك اما ان اقول قيمة الاصل ناقص الخردة على عدد سنوات عمر الاصل، او ان انا اقول قيمة الاصل ناقص الخردة بين قوسين بعدين اضربهم في معدل الاستهلاك. هان قيمة الاصل 1500 ناقص الخردة صفر 1500 ضرب معدل الاهلاك السنوي 10% بيطلع عندي الاهلاك 150. هعمل قيد تسوية من حساب، هذا اسمه قيد تسوية لعلمكم، قيد تسوية من حساب اهلاك الاساس او مصروف اهلاك الاساس 150 الى حساب مجمع او مخصص اهلاك الاثاث 150، واقفله في حساب الارباح وخسائر اللي هو الاستهلاك تبع الاثاث، هيو شايفين من حساب ارباح وخسائر الى حساب استهلاك الاثاث. وبعدين هذا قيد اقفال، لاحظوا اخذنا في الوحده السابقه قيد تسويه قيد اقفال، وهان نفس الشيء قيد تسويه قيد اقفال من حساب، هي قيد حساب تصوير الاستهلاك من حساب الاستهلاك الى حساب مجمع او مخصص الاستهلاك 150، وبعدين اقفلناه في الارباح والخسائر قيد او حساب مقفل لانه مصروف يقفل في نهايه العام. الارباح والخسائر رحلنا عليها قيمه الاهلاك. طب المخصص قال لي ركزوا معي، قال لي في عندك رصيد سابق 300 واجاك قيد من حساب استهلاك الاثاث الى مخصص الاستهلاك 150 بيطلع عندي 450. اما الأصول الميزانية العمومية 1500، تمام، ناقص 450 بيطلع عندي 1050 دينار. طيب نرجع لدرسنا، تمام، اللي أنا كان هدفي إن أنا أديكم المعالجة وأخذنا المعالجة، تمام. هل جيت، ها لو بدي أرجع تاني على المثال اللي انا وقفت عنده الحين، لان انا شرحت لكم اياه من الاول ما كنا هنعرف لو اجينا قريناه من الاول، لكن هجيت لما احنا رحنا للمعالجه وشرحناها وضحت الامور عندنا بقدر الحين اجي لمثال رقم 3 واحله. قال لي في 1/1/2010 شركه القدس اشترت اله او سياره ب 63000 قيمتها او عمرها الانتاج 20 سنه وخردتها 3000.
كله بسيطة، قسط الاهتلاك 63 ناقص 3 60,000 على 20 3,000 دينار. قيد التسوية، وهذه الطريقة المعتمدة اللي هي الطريقة الغير مباشرة، هي من حساب مصروف إهلاك السيارة شايفين إلى حساب المجمع أو المخصص. طبعا كلمة استهلاك، إهلاك، اهتلاك هي نفس الكلمة، لكن أفعال ثلاثية أو رباعية خماسية سداسية مش فارقة كتير عنا، مش موضوعنا. وقيد الإقفال، المصروف مدين، هقفله هخليه دائن، ومن حساب الأرباح والخسائر. تمام. وهي الميزانية العمومية، هي السيارات ناقص مجمع الإهلاك بيطلع عندي صافي قيمة السيارة. طيب نيجي للقيمة أو للطريقة الثانية، هي طريقة القسط المتناقص المضاعف، أي ضعف القسط الثابت. تمام. طيب إيش هي هذه الطريقة؟ قال لي هي تحميل، هي فكرتها اللي أنا حكيت عنها قبل شوية، قسط السيارة. تمام. ولما أنا قصة السيارة عندي، قلنا لما أنا أشتري السيارة أول سنة وأشتغل عليها بقدر أضل شغال عليها 24 ساعة، صح؟ قلنا لكن السنة الثانية مش هينفع أضل شغال عليها 24 ساعة، هضل شغال عليها مثلا 20 ساعة، 16 ساعة، ست أشغلها 8 ساعات وأريحها ساعتين ثلاثة، أرجع أشتغل عليها 8 ساعات وأريحها ساعتين ثلاثة، زي هيك. فقلنا قوة أو العطاء تاع الأصل في بداية السنة أو في بداية عمره الإنتاجي تختلف عن نهاية عمره الإنتاجي، كل ما زاد عمره كل ما قلت إنتاجيته وقوته وعطاؤه. هتصير السيارة كل فترة تزور الميكانيكي، هتصير السيارة كل فترة تحمى لما تطول عليها شغل. طيب فهان أجت فكرة القسط المتناقص المضاعف، قال لك لا يا عمي، ما ينفعش إن أنا أدي جميع الأصول كل سنة نفس القيمة. قال لك السنة الأولى بتديك شغل أكتر، معناها إهلاك أكتر، عشان هيك السنة اللي بعديها هتلاقيها تعبت. تمام. والسنة اللي بعديها هتتعب أكتر، فهتديك شغل أقل فأقل. فقال لك كل ما كانت بتديك شغل أكتر معناها الإهلاك تبعها هيكون أكتر. فقائمة الفكرة هذه على إنه في السنوات الأولى يهتلك الأصل بقيمة أكبر، تمام، من السنوات اللاحقة له. تمام. طيب عندنا طريقة القسط المتناقص المضاعف، تمام، قائمة على قانون. ايش هو القانون؟ قال لي تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك. لاحظوا هن دخل عليا مجمع الإهلاك اللي احنا شفناه قبل شوية على الخط في القانون، وفي الطريقة هذه الخردة طلعت بره القصة، راحت الخردة وأجا مكانها مجمع الإهلاك، ضرب ضعف معدل الاستهلاك الثانوي. طبعا هنيجي نشوف ايش يعني ضرب ضعف معدل الاستهلاك السنوي. قال لي يعني ضعف القسط الثابت، مش هي اسمها المضاعف، ضعف القسط الثابت. قال لي ضعف معدل الاستهلاك السنوي، قال لي الاستهلاك السنوي هو القسط الثابت اللي هو 10 10% كذا اللي احنا شفناها. طب كيف بحسبها؟ قال لك واحد على العمر الانتاجي ضرب 200%. هنوضحها بطريقة افضل حسب المثال، المثال دايما بيوضح لنا الامور اكتر. هاي نفس المثال اللي احنا اخذناه قبل شوية فوق بطريقة القسط الثابت، قال لي احسب لي اياها بطريقة القسط المتناقص. اي 63,000 قيمة الاصل، الخردة تبعته 3,000 وعمر الانتاج 20,000. حليناها قبل شوية فوق ايش؟ بطريقة القسط الثابت. قال لي لا، انا بديك تحل لي اياها بطريقة القسط المتناقص المضاعف اللي هو ضعف القسط الثابت. قلت له القانون بيقول لي انه الاهلاك يساوي، او قسط الاهلاك السنوي يساوي تكلفة الاصل ناقص مجمع الاهلاك ضرب اللي هو ضعف الإهلاك أو معدل الإهلاك السنوي أو ضعف القسط الثابت. تمام. قلت له أول حاجة أنا عندي تكلفة الأصل 63,000 ناقص مجمع الإهلاك. قلت له أول سنة المجمع صفر، لسه أصل جديد، فيش له مجمع سابق، ركزوا معي منيح. المجمع في السنة الأولى بيكون صفر، زي السلة لما تحطها جديدة. تمام. الحصالة لما تجيبها اول اشي جديدة، لسه انت بدك سنة كاملة لما يهتلك الاصل وتحط فيه اول دفعة اهلاك في المجمع، هو لسه جايبها جديدة فيش لها اهلاك، لسه زيرو على الزيرو. اذا التكلفة الاصل 63,000 ناقص مجمع الاهلاك صفر ضرب ضعف القسط الثابت. ايش هو ضعف القسط الثابت؟ قال لي واحد تقسيم 20 ضرب 200% بيطلع 10%. من وين اجت ال 10%؟ هذه هيها ضعف القسط الثابت اللي هو عباره عن 1 تقسيم 20، 1 على عدد السنوات
او عن عمر الاصل ضرب 200% اللي هي بتطلع 10%، فبيطلع 63000 ضرب 10% 6300. طيب نيجي لكمان مثال يوضح الموضوع اكتر. ماشي، قال لي في 1/1/2010 تمام امتلكت شركة الأمل آلة نسيج بقيمة 21000، عمرها الإنتاج 4 سنوات، تباع كخردة بقيمة 3000. قال لي احسب لي إياها قسط الاهتلاك السنة الأولى حسب طريقة القسط المتناقص المضاعف اللي هو ضعف القسط الثابت، إعداد قيود اليومية وبيان الأثر. قلت له في السنة الأولى تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك 21000 ناقص 0 ضرب ضعف القسط الثابت. ضرب ضعف القسط الثابت طلعناها فوق اللي هو 1 على عمر الأصل 4 ضرب 200 بيطلع 50%. 21000 ضرب 50% بيطلع قسط الاهتلاك للسنة الأولى 10500 دينار. بعمل فيها قيد، هي قيد تسوية وقيد إقفال من حساب المصروف بتاع الإهلاك للآلة إلى حساب مجمع إهلاك الآلة 10500 10500، وبعدين بقفله في حساب الأرباح والخسائر. طيب وهي الأصول بين وأثره على الميزانية، 21000 ناقص 10500 بيطلع عندي 10500 صافي قيمة الأصل. طيب نيجي هان لآلة بدنا نحسب الاهتلاك السنوي تبعها للعمر الـ4 سنوات. الآلة قيمتها 12000، الخردة 750، عمرها الإنتاج 4 سنوات. قال لي احسب لي اياها بطريقة القسط المتناقص المضاعف. هقول له القسط المتناقص المضاعف اللي هو قيمة الأصل ناقص مجمع الإهلاك ضرب ضعف القسط الثابت. طيب قيمة الأصل هي أول سنة، طبعا الـ50% كيف جبناها؟ اللي هو ضعف القسط الثابت. قال لي 1/عمر الأصل 1/4 ضرب 200% تمام بيطلع عندي 50%. تمام، فبقول السنة الأولى 12000 قيمة الأصل ناقص مجمع الإهلاك 0 12 ضرب 50% 6000. خلصنا. قلت له لا، السنة الثانية ركزوا مع الحين، قيمة الأصل 12000 ناقص مجمع الإهلاك بتاع الرصيد اللي هو 6000 بتاع السنة الأولى بيطلع عندي 6000 ضرب 50% 3000. طيب السنة الثالثة بقول 6000 ناقص 3000 بضل عندي 3000 ضرب 50% 1500. السنة الرابعة 3000 ناقص 1500 بضل 1500 تمام ضرب 50% 750. لاحظوا ان الرصيد اللي ضل 750 في السنة الأخيرة اللي هي ايش؟ قيمة الخردة. طيب انا بدي احلها بطريقة تانية. اول حاجة السنة الاولى 12000 ناقص 0 12000 ضرب 50% 6000، هي مجمع الاهلاك للسنة الاولى، هذا قسط الاهلاك هو هيروح على المجمع. السنة الثانية كيف اجت الـ6000؟ قال لي 12000 تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك اللي هو 6000 في قسط الإهلاك السنة الأولى، بضل عندي 6000 صافي القيمة ضرب 50% 3000. طب السنة الثالثة بقول 12000 ناقص 9000، من وين اجت الـ9000؟ اللي هو بجمع السنة الأولى 6000 والسنة الثالثة السنة الثانية 3000، 6 و3 9 12 ناقص 9 بضل عندي 3000 ضرب 50% 1500. طب السنة الرابعة بقول 12000 ناقص مجمع الإهلاك 6 و3 9 و1 ونص أي 10 ونص ناقص 12 بضل عندي 1500 ضرب 50% بضل عندي 750 دينار. تمام، طبعا هي أكثر واقعية إلا أنها أكثر تعقيدا من طريقة القسط الثابت. هاي شفتوا الكلام اللي أنا بحكيه قبل شوية كنت؟ شفتوا كيف السنة الأولى انحسبت؟ هي آلة عمرها 5 سنوات، خردتها كذا، إهلاكها تمام، قيمة الخردة إهلاكها بالقطق. شايف هاي القسط المتناقص المضاعف ضعف القسط الثابت، 1/عمر الإنتاج 5 ضرب 200% بيطلع 40% تهتلك سنويا. السنة الأولى 60000 ناقص 0 ضرب 40% 24000. السنة الثانية 60000 ناقص 24 هو قيمة الإهلاك السنة اللي قبليها تمام، طبعا واللي قبل صفر عشان قلنا بس 24000 ضرب 40% 14400. السنة اللي بعديها شايفين 60000 ناقص، بجمع السنوات السابقة ضرب 40%. السنة الرابعة 60000 ناقص مجموع إهلاك السنوات اللي قبلها تمام،
السنة الخامسة نفس الشيء، إلى أن ينتهي عمر الأصل بيضل غالبا ما بتكون قيمة الخردة، تمام، هي نفسها الرصيد المتبقي من قيمة الأصل. طيب نيجي للطريقة الثالثة اللي هي طريقة إعادة التقدير، طريقة بسيطة وسهلة جدا جدا جدا. هي عبارة عن احتساب قيمة الأصل في بداية الفترة واحتساب قيمته في نهاية الفترة والفرق بينهم، وهذه غالبا ما بتستخدم في الأصول اللي هي قيمتها منخفضة، و يعني بتكون زي العدد والأدوات أشياء بسيطة وقيمتها إيش منخفضة، قد ما تكون كتيرة بتكون منخفضة، فهم بيحسبوا قديش استخدموها خلال العام بيقدروها تقدير، يعني وتنطبق على العدد والأدوات. قال لي كان عندي عدد وأدوات في بداية المشروع، في بداية السنة كان قيمتها 2000 دينار، وأما أجت آخر السنة قدروها اللي بيشتغلوا في الشركة قالوا هذه لو بدنا نبيعها بتجيبش 1850 دينار. إذا قسط الاهتلاك تبعها الفرق بين في بداية الفترة ونهاية الفترة، شايفين هي قسط الاهتلاك قيمة الأصل في بداية الفترة ناقص قيمة الأصل في نهاية الفترة بيطلع عندي 150 دينار. لعندها نكتفي، تمام. المرة القادمة أو المحاضرة القادمة إن شاء الله هناخد الطريقة الرابعة اللي هي مجموع أرقام السنوات، تمام، وباقي الطرق، وهناخد الأمثلة الشاملة الموجودة عندنا. يعطيكم ألف عافية.